كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. من رحمة ربنا بينا وحبه لينا انه جعل لينا ثواب على حاجات بسيطة جدا، يعني اللي عايز ياخد حسنات ممكن مثلا يبتسم في وش الناس، يساعد غيره، يذكر ربنا، والأذكار كتير وثوابها عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثلا ان اللي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تتغفر كل خطاياه، سبحان الله وغيرها وغيرها من الأذكار الجميلة اللي ثوابها عظيم جدا. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الدكتور صالح الشواف الداعية الإسلامي. أهلا بيك، ربنا يحفظك يا أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. ومشرفنا كمان الفنان المنشد مصطفى أبو رواش. أهلا بيك يا مصطفى. أهلا بيك، كل سنة طيبة. وأنت طيب، نورتونا في حلقتنا النهاردة، ورمضان كريم وجميل، ربنا يحفظك، كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيبة وبخير وسعادة يا رب، الله يحفظك. وبدأنا الحلقة بالإنشاد الجميل يا مصطفى، وجميلة بصراحة، ربنا يكرمك. احنا فعلا ما لنا مولا سوى الله، فعلا يعني والله بنقولها على طول، والله بنقول والله ما لناش غير ربنا، فعلا غير سبحان ربنا. الله ليس لنا غير ربنا فعلا، جل وتعالى سبحان الله. شيخ صالح، هنتكلم في حاجه لطيفه جدا وعباده من العبادات الجميله جدا السهله اللي بتدي ثواب كبير، يعني هي باب حلو قوي لدخول الجنه. انا شخصيا بحبها جدا، اللي هي التسبيح والاذكار والصلاة على النبي، وحاجات كتيرة جدا بسيطة نعملها في أوقاتنا الفاضية، وتدينا جبال من الحسنات وجناين ونخل في الجنة إن شاء الله. ربنا يكرمك يا أستاذ. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، في كلمة جميلة كده حضرتك قلتيها، عبادة سهلة. ودي أكتر ميزة بتميز عبادة الذكر، السهولة، إن عبادة مش محتاجة مشقة ولا محتاجة تعب ولا مجهود بدني ولا مجهود مالي ولا أي مجهود خالص. عبادة من أسهل العبادات. سيدنا ابن عباس بيقول إن ربنا ما افترضش عبادة من العبادات إلا وحددها بوقت أو بكيفية أو بعدد. يعني بنصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، نحج لازم نروح مكة ومش عارف نطلع جبل عرفات ونطوف كام طواف، فكل عبادة الزكاة بتطلع يعني قدر معين من مالك. فكل عبادة من العبادات ربنا سبحانه وجل وتعالى حددها إما بوقت وإما بعدد وإما بكيفية، إلا الذكر ربنا ما حددوش بأي حاجة من الحاجات دي، إنما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. ربنا أمر بهذا الذكر مطلقا ومقيدا، فقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليهم إيه يا رب؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى لو عاوز المغفرة وعاوز الأجر العظيم من رب العالمين يبقى أذكر ربنا سبحانه وجل وتعالى. وبعدين ربنا بقى كمان يعني في بعض العبادات يشترط لها الطهارة، إنما الذكر أن تذكر الله على كل أحوالك، اذكر الله على كل شأنك، اذكر الله في أي حال أنت عليها. قال الله جل وعلا اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فأنت في كل أحوالك تذكر الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ولذلك الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يأمر بالذكر ويحث على الذكر ويبين مكانة الذكر. لما أرسل الله جل وتعالى موسى نبيا، طلب موسى أن يبعث الله معه أخاه هارون نبيا، قال واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. ليه كل ده يا موسى؟ قال كي نسبحك كثيرا. إيه الغاية؟ الغاية تسبيح الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، تعمير الأرض بذكر رب العالمين. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فسأل الله أن يبعث معه أخاه هارون وزيرا حتى يعينه على ذكر الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. بل إن الله عز وجل أستاذ دعاء بين لنا أن الحكمة والغاية من حتى بناء المساجد إن هي تتملي بذكر ربنا سبحانه جل وتعالى. قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله، عن ذكر الله، عن ذكر الله سبحانه جل وتعالى. يبقى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى ده الهدف وده الغاية من بناء المساجد، ذكر الله في هذه المساجد. وبعدين وصف الرجال اللي بيعمروا هذه البيوت بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فيش دنيا بتشغلهم، مفيش عقارات، مفيش شركات، مفيش أموال، مفيش دور، مفيش بيوت، مفيش حاجة تشغلهم عن هم يذكروا الله رب العالمين سبحانه وجل وتعالى. ولذلك بنوصل الرسالة، بنقول يلا عاوز تطمن قلبك، يلا عاوز تريح نفسك، يلا عاوز تعيش في سعادة واطمئنان واستقرار نفسي عليك بذكر ربنا. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر ربنا طمأنينة وراحة للقلوب. يا أستاذ دعاء كتير من الناس يشتكي ويقول أنا دايما مخنوق، أنا على طول متضايق، أنا حاسس كده في حاجة على صدري كده أنا مش عارف في إيه.
عاوز اقول لك لو عاوز تتخلص من ده او لو عاوزه تتخلصي من ده كتروا من ذكر ربنا، والله العظيم هتلاقوا الراحه والسكينه والطمانينه والاستقرار والهدوء النفسي. مش ربنا سبحانه وجل وتعالى قال لنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اللي يغفل عن ذكر ربنا يبقى المعيشه الضنكا، هو معاه فلوس بس مش مبسوط، عنده أولاد بس مش بارين بيه، عنده شركات وتجارات بس مبتلى في صحته، فهو معاه حاجات بس مش مبسوط مش سعيد. هو ده اللي ربنا قال ومن أعرض عن ذكري، هتنسى ربنا فإن له معيشة ضنكة. وبعدين هنا لفتة جميلة يا أستاذ معايا، ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة. وجاء عند اللي اتقوا ربنا واكثروا من ذكره قال فلنحيينه حياه ايه؟ طيبه. يبقى هتبقى مع ربنا هتاخد في الدنيا حياه، حياه جميله، حياه مطمئنه، حياه كلها استقرار، حياه كلها راحه. هتبعد عن ذكر ربنا هتاخد معيشه، هتعيش. عاوز فلوس خد، عاوز صحه خد، عاوز اولاد خد اولاد، دي معيشه. لكن مفيش فيها هدوء، مفيش فيها استقرار، مفيش فيها راحه، مفيش فيها طمانينه. فيبقى مع ربنا حياة لنحيينه حياة طيبة، غفلة عن ذكر ربنا يبقى معاها معيشة، عيش عيشة عادية لكن مش هتبقى سعيد. يعني احنا يعني عايزين نقول ان طبعا ده كلام جميل، وان فعلا الواحد كل ما بيقرب من ربنا بيحس فعلا بمتعة كده، وهي يعني حياة فعلا وحب وسعادة واطمئنان ورضا وراحة بال، كل حاجة جميلة. السعادة والسكينة هي فعلا بتيجي من القرب من ربنا سبحانه وتعالى. كلمة جميلة يا أستاذ دعاء، إن حياة القرب من الله حياة. سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال لنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا ده هو الحي اللي بجد، هو اللي عايش بجد، هو المستمتع بجد. والغافل عن ذكر الله ده ميت، ده مش موجود. حتى وإن ملك الدنيا بكل ما فيها هو ميت، لأن القلب مش موجود، لأنه غافل عن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب مصطفى، عايزين بعد الكلام الجميل ده نعيش بقى في الحياة.